بماذا يمتاز رمضان؟ يمتاز بأن الدعاء فيه مستجاب، لأن الآية المتعلقة بالأدعية جاءت في سياق الحديث عن أحكام رمضان. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ربنا عز وجل حشر هذه الآية المباركة في سياق الحديث عن أحكام رمضان من سورة البقرة، وأراد ربنا عز وجل أن يلفت الانتباه بأن في رمضان أبواب السماء مفتحة، وكل من دعا بصدق ويقين لن يرد الله تعالى طلبه ولن يخيب أمله.